السلام الله عليكم ومرحبا بكم اليوم مع مستوى أولى بكالوريا الشعب العلمية والتقنية ومع مادة اللغة العربية وبالضبط مكون النصوص. اليوم سنكون مع المجزوءة الثالثة وهي الخاصة بمفاهيم معاصرة ومع مفهوم التواصل. قبل الدخول إلى غمار النص لابد من هذه الوقفة الخفيفة مع مفهوم التواصل، فهو لغة من فعل تواصل أي الفعل الخماسي الذي يدل على المشاركة في الفعل، كما يدل على تبادل الأدوار ما بين مرسل ومستقبل. أما اصطلاحا فالتواصل هو عملية تبادل المعلومات والأفكار، وأكثر من ذلك فأثناء تبادلنا لهذه المعلومات يمكن أن نتبادل حتى المشاعر الداخلية من محبة ومودة أو غير ذلك. وكما قلنا فهو لا يختص بالإنسان فحسب، بل أكثر من ذلك خاص حتى بالكائنات الحية الأخرى. وعلى سبيل المثال نستحضر التواصل عند النحل من خلال الرقصات، من خلال الإفرازات للمجموعة من المواد، ومن خلال الرائحة. هناك أيضا نجد عند بعض الحيوانات التواصل عن طريق الأصوات. كما يمكن أن تجدر الإشارة إلى أن التواصل يقوم على كثير من العناصر، ففي مقدمتها لا بد من وجود مرسل ومستقبل، ثم الرسالة التواصلية والقناة. الآن أنا معكم في تواصل عبر القناة البصرية وأيضا السمعية، ثم لا بد من سنن أي قانون. أنا متفق معكم مسبقا على أنكم عرب تفهمون لغة العربية، والأجانب لن يفهموها لأنه لا وجود لسنن بيني وبينهم إلى آخره. هناك مجموعة من العناصر نكتفي بهذا، ولكن تجر المسألة إلى أن مفهوم التواصل في عصرنا هذا صار يعني يثير اهتمامات الدارسين في علم النفس وعلم الاجتماع وغير ذلك. لماذا؟ كما تعلمون فمن خلال هذه الثورة التقنية والتكنولوجيا تطور التواصل، وأنتم تعرفون هذا من خلال وسائل الدردشة والتواصل عن بعد التي لم تعد تعترف بالحيز الجغرافي. على أي التواصل مفهوم يمكن أن نعبر عن مضامينه دون أن تكفينا هذه الحصة، ولكن نكتفي بهذا وسنتعمق فيه أكثر مع الكاتب سمير شريف السيتية، وهو مختص في المجال اللغوي. له كما تشاهدون كتاب أو مقالة بعنوان ثلاثية اللسانيات التواصلية، وهي منشورة في مجلة عالم الفكر العدد الثالث سنة 2006. هو بعنوان كما تشاهدون جدليات التواصل. سندرس هذا النص، فلنفترض مثلا أنه نص في الامتحان الجهوي أو غير ذلك، فلا بد لنا أن ندرسه وفق الأسئلة السبعة. وأولى هذه الأسئلة هو السؤال الأول الخاص بالفرضية. انطلاقا من مؤشرات محددة، على سبيل المثال العنوان، فكما تلاحظون انطلاقا من العنوان الذي هو مركب اسمي، فجدلية هي مبتدأ مضاف إلى التواصل، كما أنها تدل على وجود إشكالية مرتبطة بهذا التواصل من حيث الدلالة. بالنسبة للخبر فهو مقدر في هذا النص. الآن من خلال هذا العنوان نتوقع ونفترض بأن سمير شريف السيتية سيتحدث عن مفهوم التواصل، وما يؤكد ذلك هو بدايته في أول النص بالحديث عن اللغة باعتبارها تواصلا. لهذا بكل بساطة إذا أردنا أن نفترض فرضية سنقول نفترض أن النص مقالة، فكما تلاحظ فهو مقالة نثرية فكرية حجاجية وغير ذلك، مقالة تتطرق إلى مفهوم التواصل وقد نضيف وتعريفه انطلاقا من العنصر الأول وهو اللغة. بعد هذه الفرضية
لا بد لنا من التأكد من مدى صحتها، وهنا نقتحم غمار النص بتتبع مضامينه. فنصل إلى مرحلة الفهم، أي قراءة النص وفهمه. وهذه المرحلة نجدها في السؤال الثاني من الامتحان الجهوي، والتي تطالبنا بتحديد قضية النص أو على الأقل قضية جزئية من فقرة من فقراته. ماذا نفعل؟ نتتبع النص فقرة فقرة، ثم نقوم بتجميع النتائج لنخرج بالخلاصة الدالة على القضية. يقول الكاتب: اللغة تواصل الاتصال. ففي البداية يعرف اللغة بأنها تواصل وليست اتصالا، بعد ذلك يشرح ويفسر ويعلي، لاحظوا لأن الاتصال وغير ذلك، يبين لماذا هذه اللغة هي تواصل وليست اتصالا. لأن اتصال فقط يكتفي بالإرسال من طرف واحد، أما التواصل فهو على عكس ذلك. يقول الكاتب: فنعطي ونأخذ، نرسل ونستقبل، فهناك تبادل للأدوار ما بين مرسل بات وما بين مستقبل. وهكذا فالمقدمة تعرف لنا اللغة وتثمن التواصل وترفع من قيمته مقارنة مع مفهوم الاتصال. بعد ذلك لاحظوا ماذا يقول: وإذا نظرنا إلى وسائل الإعلام، يتحدث هنا عن مجال الإعلام ويقول: هناك كثير منا يعتبره في اتجاه واحد، أي أنه بث وإرسال، هذا مجرد ترادف، فالبث هو الإرسال. أي هناك من الناس من يعتبر وسائل الإعلام تعتمد فقط على الاتصال، ولكن يؤكد الكاتب على أنها في الحقيقة هذه الوسائل لا تبث إلا ما قد استقبلته، وبالتالي فهي ترتفع إلى مفهوم التواصل. بعد ذلك يعطينا مثالا آخر حينما يتحدث عن الأدب والفكر، لينفي عنهما الابتعاد عن التواصل، ويؤكد بأساليب شرح والتفسير بأن الأدب والفكرة أيضا مجالان لتوظيف التواصل. ليصل إلى الفقرة الثالثة، وهنا يتحدث عن موضوع آخر وهو الحوار الداخلي ما بين الإنسان ونفسه، أو ما يسمى بالمونولوج، فهو يعتبره أيضا تواصلا. لماذا؟ لأن الإنسان خاصة في وضعية تأزم يحاور نفسه فيسائلها ويبحث عن حلول لشيء معين، ولهذا قال: فإنه أقام جسور التواصل. الحوار الداخلي هو أيضا نوع من التواصل. بعد ذلك يصل إلى الخاتمة. لاحظوا معي، في الأول أشار إلى أن اللغة تواصل، ثم أشار إلى أن وسائل الإعلام تعتمد على التواصل، والأمر كذلك في الأدب والفكر، والأمر كذلك في الحوار الداخلي. وبهذا وصل إلى خاتمة تؤكد أن فعلا التواصل أعمق من الاتصال، وأن هناك مجالات عديدة تعتمد في الحقيقة وفي الجوهر على التواصل وليس الاتصال. لهذا لاحظوا ماذا سيقول: من سمات التواصل إذن، لاحظوا الرابط الدال على أنه وصل إلى خاتمة استنتاجية، إذن أنه متعدد الجهات متكرر الحدوث، وهذا التكرار هو الذي يعطينا حقيقة التواصل. والآن أصبح الكاتب متمكنا من هذه الحقيقة، فجاء بخبر أكثر قوة، خبر فيه المؤكد الأول إن والمؤكد الثاني لم، إنه لا يكسر الحواجز مهما تكن ويقرب العقول مهما تناء بعضها عن بعض. فما هي فكرة هذا النص باختصار؟ إذن الفكرة هي كالتالي: استدلال الكاتب على ماذا استدل الكاتب؟ فهو يستدل على أهمية وقيمة التواصل. استدلال الكاتب على
أهمية وقيمة التواصل في حياتنا اليومية. كلنا نعتمد على التواصل في حياتنا اليومية. وكيف استدل على ذلك؟ فمن خلال إبراز إبراز حضوره القوي في عدة مجالات، وكما رأيتم في وسائل الإعلام، في الأدب، وفي الفكر، وأيضا في الحوار الداخلي. وبهذا يصل إلى خاتمة أعطتنا تثمينا لهذا التواصل. بعد أن أنهينا الفهم وتعرفنا على مضامين هذا النص، يمكننا أن نصادف في السؤال الثالث شرح فكرة، شرح فكرة معينة من النص. يمكن مثلا أن يقول لك السؤال: جاء في النص ما يلي: وحين يلجأ الإنسان إلى إجراء حوار داخل نفسه يكون قد أقام جسور التواصل في ذاته. اشرح هذه القولة. هنا سأقوم بكل بساطة بتفكيك هذه القولة إلى أفكار جزئية وأتوسع فيها بشرح بسيط، لا أتعمق، لأن المطلوب هنا فقط شرح المختصر. فأقول بأن الكاتب هنا يؤكد على أن الإنسان حينما يجري حوارا داخليا مع نفسه، فالمسألة هي صحية، هي مسألة جيدة. لماذا؟ لأنه يتواصل مع ذاته فيفهمها وتفهمه ويصالحها وغير ذلك. وأفتح قوس هنا لأستحضر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال قديما: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذا القوس أنصحكم دائما بمحاسبة الذات ومراجعة أفعال حتى نستمر في الحياة على طريق الصواب وطريق الصحيح. نكمل. فبعد السؤال الثالث ندخل إلى مرحلة التحليل. هنا نبدأ بالحقول الدلالية.